22 دقيقة، الضربة الحرة تنلعب، تنحط الجول، جول أول تالي صالح، يصل إلى مرمى مارك شوارز ويسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب العراقي. حلو العراق، حلو العراق، حلو صالح. الكرة تلك المباراة، استراليا تهاجم الآن بواسطة إيمرتون، الكرة ملعوبة والرأسية في اللاعب مرة أخرى، لاحظ مرة أخرى تقدم حارس المرمى والكرة في الزاوية البعيدة، الكرة في الزاوية البعيدة، إيمرتون يلعب الكرة عالية على مرة أخرى المنتخب العراقي، انفراد الآن، حط الجول، جول محمد سجل الهدف الثاني للعراق. طلب الكرة جميل، استقبال جميل، الكرة لاحظ 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 وتابع وشوف الكرة بيني في خطأ الآن، المرور، المرور ناجح، وكرة الحاصل، جول 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 جول. لاحظ 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 الهفة الدفاعية من مدافع المنتخب الاسرائيلي، لكن لاحظ التعامل، لاحظ التعامل، لاحظ التعامل المثالي، استدت الكرة في المدافع وتهيأت بعد ذلك إلى لاعب المنتخب العراقي، ولاعب المنتخب العراقي كرار 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 يأتي بالثالث.